أصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته، يعني يخرج للصلاة وجاز للصلاة، لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل وأحسن. هول عدقة شامل جيوش خينات وشي لامد شيطاع يتردوهم بو لامد ميش جيحت يوش يمشي إلى المسجد أو يركب غش وغا ميقعوني بو يمشي نعا إشتاق وغا ميقعوني بو والمشي أفضل أما غش ورغول دعون بو يمشي في سكينة لا يأتي إلى المسجد وهو يجري يوخا صيغة طلعوني بو ويد تويدحوني بو من ليش صيغة طلوش لا يأتي إلى المسجد وهو مشمر أو يرفع الثوب مثلا يوخا تعاد بدر يا خارت يلا نيس يوتش اشتاق تووخوني بو ولا يمشي ويتكلم بصوت مرتفع اشتاق غو ياش شي از اي اي ياش موح يخشى تووخوني ماجي إذا وصل إلى المسجد يقدم الرجل اليمنى عند الدخول شامل شو يعول شخناها اهتو اغور اهتو كوك حلغة باقش شو يعولي واليسرى عند الخروج يوغا شامل شو ارول شخناها ارو كوكي تاني ارول الأصل أن الرجال يتقدموا إلى الصف الأول لا يتأخر ولا يتأخر إلا النساء أحقا بيرشناغا حلغة مغنشك حلغة بول بيصحون باخون يعني زودريش باي زودريشة إيعار مغنش بول جعداغوت إذا وجد الصلاة قد أقيمت يدخل مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام شامل شو بيرشنا وجا إمام لامز دياش تنكريشة تار تاني تكبير دوي دعت لامز دعت وقتو تار تاني وإذا كانت الصلاة لم تقم بعد يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس أو سنة السنة القبلية للصلاة. أق شاتشوع واج قامة تنز دينز خلاها ماش جن شركة سنة لامز دتو يا إلامز حلقة دل لامز إن حلقة دل رك سنة لامز دتو. يحرم أن يبيع ويشتري في المسجد. ماش شو هاي وقت يصير لي لمكشتات. أو يتكلم عن السياسة يتكلم عن الدنيا. يا دنيا هما ديتي شولشتات يا بوليتيكا ابسوشتاتي شولشتات المساجد لم تبنى للبحث عن المفقودات او الحديث عن الدنيا او البيع والشراء هنا تش ايماج تندين مدات بوخر دنيا ديتي يا بوليتيكي تي اتندين دات بوخر